زواج لكريم بعد طلاقها من هشام عاشور، صور مسربة من حفل زفافها. أثار زواج الفنانة المصرية نيلي كريم ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة جديدة من حفل زفافها. وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل زفاف نيلي كريم والتي ظهرت فيها مع الفنان المصري باسم سمرة، وذلك خلال حفل زفافهما. وانهالت تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن حقيقة زواج نيلي كريم مجددا بعد طلاقها من هشام عاشور. وتبين فيما بعد أن الصور ليست من زفاف نيلي كريم، بل هي من مسلسلها ذات، والتي ظهرت فيها الفنانة المصرية وكانت تلعب دور زوجة باسم سمرة. وكانت قد نشرت نيلي الصور على حسابها الخاص في إنستغرام من مسلسلها ذات لتستذكر الأيام التي جمعتها بزملائها الفنانين. الجدير بالذكر أنه كان قد فوجئ الجمهور بطلاق نيلي كريم من مواطنها لاعب السكواش هشام عاشور من دون الكشف عن أسباب الانفصال من قبل الطرفين، على عكس ما كشفه أحد المقربين من الثنائي. وأكد صديق مشترك لنيلي وهشام في تصريحات لها أنهما مرا باختلافات حادة خلال العام الأخير، منوها بأن شائعة انفصالهما في شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2023 حين أطل الأخير من دون زوجته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي كانت أقرب إلى الحقيقة. وعند سؤال عاشور في حينه عن سبب غياب كريم، أكد أنها مشغولة، لكن في حقيقة الأمر كانت هناك خلافات بينهما. وقالت نيلي كريم في تعليقها الوحيد على الانفصال: الطلاق تم بشكل رسمي وبيننا كل الاحترام والتقدير وكله اسم ونصيب. الناس طبعا عمالة كلها تبعت وبتاع، الناس بتحب الأكشن، يعني تموت تتفرج على اتنين بيموت. ولم تحذف أيا من صورها مع هشام على حسابها عبر إنستغرام، وهو ما قام به أيضا هشام حيث احتفظ بصوره معها على حسابه بإنستغرام. وانتهت زيجة كريم وعاشور بعد زواج دام لأكثر من عامين ونصف على دخولهما القفص الذهبي في آب أغسطس من عام 2021 بحفل زفاف في الساحل الشمالي اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين. يعني بخل مثلا دي حاجه الجواز ما اقدرش زي عليها بناء علاقات الصداقه، يعني انت بتبقى عايز من الصديق